وسهلا، كنت معكم تكون لاباس عليكم بخير وعلى خير وفي اطيب الاحوال. ومرحبا بكم معايا في القناه ديالي مريم اون سويد، مريم في السويد. اول حاجه كنقول لكم رمضان مبارك، وكل عام وانتم بألف خير. الله يعاوننا على الصيام والقيام وتلاوه القران، وكل واحد الله يعاونو على حسن العباده ديالو ويوفقنا ان شاء الله، ويا ربي يتقبل منا كاملين بينا. الوغ الفيديو اليوم غتكون كتهضر على زينه رمضان، ديكوراسيون د رمضان في قلب الديور ديالنا. نعطيكم بعض الافكار ونشارك معكم الحاجه، كل حاجه منين مشريه اكسيتيرا. هاد الفيديوهات هادو يكونوا فيديوهات اللي ما جاي يكونوا فيديوهات رمضانيه، اللي هما احسن فيديوهات كيعجبني نعملهم. دونك نبارطاجي معكم لي بلان والافكار اللي جاوني كيفاش انا ديكوريت الانتيريور ديالي، قلب الدار ديالي. خليكم معايا حتى لاخر لا فيديو. الو غنبدا بهاد لوكوان هذا. هاد الموطع اللي فيها الشارجم، كنسد الريدوات وكنعمل، انتما تشوفوا معايا كنعمل الاضاءه كنعمل هكذا ديغونط هابطين هكذا اللي كيشعلوا الضوء. دونك ديك الموطع كامله كتكون عندي بالضوء، كيكون واحد الجو مزيون روحاني مزيون هكذا في رمضان. هاد الديوان هادو من روستا، كنكون كنستعملهم ديجا، كانوا عندي مشحال هادي شريتهم في الايامات اللي كنت كتبع ديك الشيء راس العام والكريستماس وديك الشيء. دونك كنعلقهم هكذا وكنشعلهم فوق الرواق. هنايا هادي حتى هي شريتها من روستا في الايامات عاوتاني اللي كان كيتبع ديك الشيء الكريستماس، جات عباره عن دواره وتا هي فيها الديوان. هاد لي بول بحال هكذا تا هما كيشعلوا الديوان، دونك حتى تما كنعمل الاضاءه في ديك الموطع. انتما كتشوفوا معايا لو روندو في وسط ديك الدواره اللي فيها الاضاءه اللي قلت لكم. عملت واحد الطرف ديال بحال الثوب مكتوب فيه رمضان كريم، كان عندي من شحال هذيك كنت شريته في بارتيلا. انتما تشوفوا النتيجه في الاخر. هنايا خديت هاد الفاز هذا، عملت فيه هاد الورد اللي هو يابس، ورد ما عرفتش شنو نسميه، واش ورد ولا شنو. المهم عملت فيه هذا اللي هو يابس، وغنعمل فيه هاد الوريدات الصغيره بحال هكا اللي ماجيه من روستا، حتى هي كتشعل الضو باش كتعطي واحد اللوين مزيون في ديك الفاز. هنايا هاد المبخره هادي شريتها من المغرب، ملي كنت في المغرب في الصيف من الرباط، كاينين هاد الشكلات معروفين تقليديين عندنا في المغرب. وهاد الفانوس هذا تا هو كنت شريته من المغرب في الصيف، كنظن كنت شريته من تطوان الا بقيت عاقله مزيان، ولا عين حسن هكذا في الطريق ملي كنكونوا ماشيين من الرباط ماشيين لتطوان. دونك هذا حتى هو كيشعل الضوء، كيعطي واحد الجو مزيون هكذا حتى هو في الليل كيف كتشوفوا معايا. دونك انا شنو كنعمل في لا ديكوراسيون ديال رمضان، ديك الشيء القديم كنعاود نستعملو، كيكون عندي مخبع هو كتشوفوه معايا، كتكون عندي اون بواط مخبع فيها ديك الشيء القديم ديالي من رمضان، وكنزيد كلكو بيس، كنزيد نجدد شي شويش ونبدل شي شويش لا ديكوراسيون. هنايا في هذا المقطع هذا غنخويه وغنزوقو بالشي اللي انا عدلته هكذا للديكوراسيون. وهكذا كنبقى كنكمل كل موطع بحال اللي عاود هنايا تحت من لا تيليفزيون، كنعاود نخوي شي شويش هنايا، وكنعمل الاضافات ديال الحاجات اللي هما رمضان، منهم هذاك الفانوس اللي وريت لكم الصغير اللي قلت لكم كنت شريته من المغرب، ها هو كيف كتشوفوا معايا. هذه رمضان كريم كان ديجا عندي، عاود استعملتها في هذا الموطع هادي. اذا كيف قلت لكم كنبقى كنلعب شي شويش بالديكوراسيون، حويجات كيكونوا عندي جدادين كنعمل واحد الاضافات صغارين، وحاجات في لابوط ديالي كنجبدهم كنعاود نستعملهم، حاجات اللي هما عندي ديجا قدامين دي رمضان. هادي خديتها من ميو، ميو معروفين كيبيعوا هادي في مختلف القياسات الكبارين والصغارين ديالهم. هادي كتكون فيها واحد لو بول اللي كنقدروا نعملوا فيه الشمع، نورمالمون هكا كيستعملوها الناس، انا اخترت نعمل من راسي، نتوما تشوفوا لو روندو كيف غيجي. المهم عملت واحد الجو ديالي رمضان في وسط منا بالطريقه ديالي. وعاود خديت ريكوبيريت الشجره ديالي اللي كنت شريتها من يوسك في الوقت دراسه العام اللي فات،
ديجا العام اللي فات في الديكوراسيون د رمضان ديالي، العام اللي فات في الفيديو اللي فات الا فايتكم تفرجوا فيه كنت استعملتها، دابا عاوتاني زوقتها بغيت بواحد الطريقه شي شويش مختلفه على العام اللي فات، وحطيتها في موطع مختلف على العام اللي فات، حطيت قدام هذيك الفوانيس اللي عندي انا ديجا في الدار، جاو تحت منها عطا واحد الشكل مزيون. وهنايا طلبت واحد الشاريو اللي كيكون عندنا كمحطو اللي كنقدروا نحطوه في الصالون ديالنا ولا شي حاجه اللي كيعاوننا نتنقلوا من الكوزينه للصالون ولا من البيت للصالون، المهم اللي كنتنقل نحاولوا ننقلوا الماكله ديالنا في وسط منه، اولا كيتقدر يتحط حتى بوغ ديكوراسيون صافي في الصالونات كيحطوا فيه الناس الكيسان القهوه ديالهم لي فيغ هكذا العصير، ولا المهم تقدر تحط فيه الحاجات اللي بغيتي. انا غنعمل فيه هنايا واحد الجو هكا شي شويش تقليدي، فيه الحاجات هكذا اللي نحتاجهم في رمضان، الحاجات القهوه التويصات القهوات اكسيتيرا، حتى هو يجي فيه منظر مزيون في وسط الصالون. وحاجة أخرى، هادو كيتباعو في خديتهم لاباج رويال ديزاين، كانوا عندهم حتى البوتيك ديالهم، سينا تقدروا تلقاو هاد لي شاريوف بزاف د لي سيت واحد اخرين فحال شنو اسمو، قلت لكم فحال اس ام بلير، تريند روم، صوفا ديريكت، فحال هادو كيبيعوا هاد الشيء هذا. هذا واحد الكونسيبت مزيون عند فاش، كاين فاش تو في تيريسو نفس ستوكهولم، غتلقاو فيه هاد البوتيك اللي هي اسمها بارتي، فيها هكا كيعملوا لك بحال بوكي ديال القرقشه مختلفه مزيونين، لا كاليتي مزيونه. هاد لي بوكو اللي كتشوفوا معايا شريتهم من المغرب، من مراكش، من عند ترك ديكوراسيونو، هما عندهم اون باج في انستغرام كيجيبوا فيها الحاجات ديال تركيا، شي هكا مزيون، عندهم لو تروك ديال هكا ديال الكوزينه ديال الدار ديكوراسيون مزيونين. كيفاش جا الغوندو دو الشاريو ديالي، دونك انا دابا نخليكم على الديكوراسيون فينال كيفاش جاتني في الصالون ديالي، كنتمنى نكون فيتكم في الافكار ديالي باش نتوما تقدروا تاخذوا افكار الا كيعجبكم الديكوري والدار ديالكم في هذا الشهر الكريم. ونقول لكم مره اخرى كل عام وانتم بالف خير، ونتلقاكم في فيديو ما جاي ان شاء الله، فيديو رمضانيه عاوتاني.